السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حندرس مع بعض علم الغدد الصماء. حنتحدث في هذا المساق عن عملية إنتاج الهرمونات والاستجابة إليها وإفرازها ووظائف هذه الهرمونات وكيفية التحكم في عملية إنتاجها. بداية، ما هو الاندوكرينولوجي؟ الاندوكرينولوجي هو عبارة عن عملية التواصل الكيميائي داخل الخلايا، هذا intercellular chemical communication، هو التواصل الكيميائي الخلوي بين الخلايا، فهذا يعتمد إذا هي عملية تواصل وعملية نقل لمعلومات من مكان إفرازها إلى الخلايا المستهدفة. ما هي وظيفة الهرمونات؟ وظائف عديدة جدا. مطلوب من الهرمونات تنظيم البيئة الداخلية للجسم، مسؤولة عن عمليات نمو الخلايا، مسؤولة عن عملية تطور الخلايا واللي هو reproduction اللي هو التناسل، بالإضافة أنها تسهل من عملية استجابة للمؤثرات الخارجية. لازم في معرفتنا للإندوكراين لازم نميز ما بين نوعين من الجلانز أو الغدد الموجودة. في عنا إندوكراين وإكسوكراين. ما الفرق بين الغدد الإندوكراين والإكسوكراين؟ الإكسوكراين هي عبارة عن غدد لا تستطيع إفراز محتوياتها أو إفراز هرموناتها أو إفراز هذه المواد إلا عبر قنوات زي اللي هو عبارة عن الهرمونات أو إنزيمات القناة الهضمية. لا تستطيع انتقال إلا عبر قنوات، لازم يكون في عندنا قناة، والاستجابة تبعتها في الغالب بتكون إكسترا سيلولار، لها نشاط خارج الخلية. أما الإندوكراين هي عبارة عن غدد تستطيع إفرازاتها مباشرة إلى الدم دون وجود قنوات لنقلها، والاستجابة في الغالب بتكون هي استجابة داخلية الخلايا تستهدف تارجت سيل معين، خلية هدف. هاي الخلية يحدث داخلها تغيرات فسيولوجية وتغيرات في عمليات الميتابوليزم نظرا لإفراز هرمون من الإندوكراين أو من الغدد الصماء. بالنسبة للإندوكراين سيستم يتكون من عدة عناصر. نبدأ بالسندر، هي عبارة عن الخلية المرسلة للإشارة. الإشارة هذه هي عبارة عن هرمون، إذا نحن بنتكلم عن إندوكراين سل، خلية موجودة في غدة صماء أنتجت إشارة، وهذه الإشارة هي هرمون. الآن هذا الهرمون لابد من أنه يحدث له عملية نقل له عن وسط ناقل. هذا الوسط بالنسبة للإندوكراين هو عبارة عن مجرى الدم السيرم اللي هو بلازما الدم اللي بتنقله، وبعض الهرمونات لا تستطيع إلا أن تنتقل مرتبطة ببروتينات، فمجرى الدم وتحتاج إلى بروتينات أو بايندر أو روابط تربط هذا الهرمون عشان يسهل من عملية نقله. الآن حدث وأفرز الهرمون وارتبط بروابط عشان يحدث نقله إلى الخلية المستهدفة. عملية الاستجابة هي عبارة عن عملية اختيارية، بمعنى الخلايا التي تحمل مستقبلات لهذا الهرمون هي التي تستجيب فقط لهذا الهرمون. هذه الاستجابة بتحدث ترانسديوسر، يعني تحفيز لإنتاج بروتينات وإنتاج لسكند ماسنجر، استجابة أخرى أو رسالة أخرى غير الإشارة الأصلية اللي هي إفراز الهرمون. فبيحدث بعد ذلك إنتاج لبروتينات معينة، هي البروتينات ممكن تكون ذات طبيعة إنزيمية تقوي من الإشارة الأصلية، وبالتالي يحدث إنتاج لبروتينات، وهي البروتينات التي تؤدي إلى حدوث الاستجابة الداخلية داخل الخلية بتغيير ميتابوليزم داخلها أو عملية بناء أو عملية نمو أو حركة، فبتحدث بعد ذلك الاستجابة وهي ما تسمى بالسيلولار ريسبونس، وهي السكند هرمون. ممكن هاي السيلولار ريسبونس ممكن تكون عبارة عن إنتاج هرمون آخر أو إنتاج بروتين آخر غير البروتين الأساسي الذي حفزه ارتباط الهرمون بالمستقبل. حناخدها بتفاصيلها بإذن الله. الإندوكراين سيستم عشان يستطيع الهرمون يصل إلى الخلية المستهدفة، الخلية المستهدفة سميناها تارجت سيل. هذه الخلية لا تستجيب إلا الخلايا التي تحمل مستقبل لهذا الهرمون، ليست أي كل خلية تستجيب للهرمون، فقط الخلية الآن هاي الجلاند سيل أو الخلية الغدية المفرزة
للهرمون، أفرزت هرمون لا يستجيب له إلا للخلية التي تحمل مستقبل، التي تحمل مستقبل سميناها اللي هو تارجت سيل، والاستجابة بتكون استجابة خاصة لهذه الخلية التي حملت مستقبل لهذا الهرمون، فلا بد من وجود ريسبتور بروتين لهذا الهرمون لكي تحدث الاستجابة. الآن هل كل الهرمونات تستجيب؟ هل كل الهرمونات تؤثر على كل الخلايا؟ هل كل الخلايا تستجيب لكل الهرمونات؟ لا، هذا في الحقيقة لا، لكن عندنا هنا نماذج أخرى. الآن لو أنا عندي هرمون A وعندي هرمون B، الآن الخلية هذه هي خلية تارجت سيل فقط لهرمون A، هي الخلية المستهدفة لهرمون A نظرا لأنها حملت مستقبل لهرمون A، هو سبيسيفيك مخصص فقط لهرمون A. أما هرمون B لا يستطيع تأثير على هذه الخلية. هرمون B عشان يؤثر على الخلية بد من وجود مستقبلات لهرمون B خاص بها. أما الخلية الموجودة في المنتصف هي خلية قادرة على أنها تستجيب لهرمون A وهرمون B لسبب أنها حملت نوعين من الريسبتور، ريسبتور A وريسبتور لهرمون B. الآن عندنا عدة أنواع من الهرمونات نسميه سيركوليتينج هرمون، والسيركوليتينج هرمون هو الذي يتحرك في البلد بحرية تامة، وهو الذي يستطيع أن يصل إلى أماكن بعيدة عن مكان إفرازه. هاي الخلية، خلية الغدة التي أفرزت الهرمون، هذا الهرمون وصل لمجرى الدم، وبالتالي مجرى الدم بوزعه إلى الخلايا التي تحمل مستقبل لهذا الهرمون، وبالتالي تحدث الاستجابة داخلها. وهناك هرمونات أخرى نسميها لوكال هرمون، هي التي تفرز في مكانها وتحدث التفاعل موضعي. أو إيش معنى موضعي؟ يعني في مكان الإفراز. ممكن يكون باراكراين، هي خلية أفرزت هرمون، خلية أو زي خلية الغدة، هاي الغدة أفرزت هرمون، وهذا الهرمون أثر على خلية مجاورة حملت مستقبل له، فسميناها باراكراين لأنه تأثيرها كان على الخلية المجاورة. أما الأوتوكراين، خلية أفرزت هرمون وهذا الهرمون له مستقبل على سطحه، فبالتالي هذا الهرمون أفرز وأثر عليها فسميناه أوتوكراين. إذا إما أن يكون سيركوليتينج بمعنى أنه يخرج يصل إلى مسافات بعيدة عن مكان إفرازه، أو لوكال هرمون أنه بيأثر على خلايا مجاورة للخلية المنتجة، أو تؤثر على الخلية نفسها. سمينا الباراكراين على خلية مجاورة، والأوتوكراين على الخلية نفسها المفرزة. إذن الهرمون هو عبارة عن مادة كيميائية تفرز من مكان إنتاجها وتخرج عبر مجرى الدم إلى أن تصل إلى خلية أو مجموعة من الخلايا، وتبدأ بعد هيك استجابة فسيولوجية لهذه الإشارة الهرمونية، وبالتالي يحدث داخل الخلية تنظيم لهذا التأثير أو هذا التأثير الفسيولوجي في العديد من الخلايا المختلفة. تم تصنيف الهرمونات من حيث ذوبانيتها إلى ليبيد سوليبل ووتر سوليبل. ليبيد سوليبل هي تذوب في الدهون، فبالتالي لأنها تذوب في الدهون لا تستطيع التحرك بحرية في الدم إلا مرتبطة بواسطة بروتينات تستطيع نقلها زي الاستيرويد هرمون والثايرويد هرمون. أما الوتر سيليوبل هي تتحرك بحرية دون وجود روابط ونواقل إلها، فبالتالي هي نوع من أنواع الأمينات بيبتيد أو بروتين والإيكوزانويد. تم تصنيف الهرمونات بناء على الطبيعة الكيميائية لتركيبة هذه الهرمونات إلى بروتين وبيبتايد، ليبيد طبيعة دهنية زي الاستيرويد والإيكوزانويد، والأمينو ديرايفيتيفز اللي هي الثيرويد هرمونات الغدة الدرقية، ونيورو ترانزميترز اللي هو النواقل العصبية. الهرمونات بمجرد إنها يحدث إلها إفراز تخرج من الخلية المنتجة اللي هي خلية الغدة التي أنتجتها إلى مجرى الدم، والبيبتيد والبروتين هرمون يفرز ينتج ويخزن في أكياس، ويحدث خروج إلها إلى مجرى الدم عند الحاجة بآلية من سمية إكسوزيتوسيس، بأنه يحدث اللي هو عملية اندفاع للساك هذا إلى محتوياته للخارج، وبالتالي بيحدث اللي هو خروج الهرمون. إذن هرمونات البيبتيد هرمون والبروتين هرمون هو هرمونات تخزن، على العكس تماما من الاستيرويد هرمون اللي هي تذوب في الدهون لا تخزن، وإنما بيحدث إلها إنتاج عند الحاجة إلها، وتخترق مباشرة ممبرين الخلية، لأنه الممبرين الخلية يحتوي على فوسفوبايلاير
اللي هو طبقة ثنائية، طبقة من الدهون تحمل طبقة ثنائية الفوسفوليبيد، دهون فوسفاتية، فبالتالي تستطيع أن تتجانس معها وتخترقها مباشرة إلى أن تصل إلى الريسبتورز الموجودة بداخلها، وبالتالي بيحدث الاستجابة. بالنسبة للمستقبلات الهرمونية، هذه المستقبلات هي عبارة عن بروتينات ترتبط بقدرة عالية جدا وجاذبية قوية جدا مع الهرمون، وبتحدث لها تغير في الشكل، وبالتالي بيبدأ اللي هو الفانكشن تبعتها وإنها تؤثر بشكل محدد على العديد من الخلايا. تمام، هذه الهرمونات، هذه الريسبتور عفوا، توجد عدد محدد منها على سطح الخلايا. مجرد ارتباط الهرمون بهذه الريسبتورز يحدث الاستجابة، وهذا الارتباط هو غير تساهمي وريفيرسبل، بمعنى اللي هو رجعي، بمعنى بمجرد ما تصل الاستجابة في الخلية إلى الدرجة المطلوب منها بيحدث إنه ينفك الهرمون عن المستقبل وبيعود اللي هو بيحدث اللي هو الهرمون إنه بيحدث اللي هو كتابوليزم إله وتم التخلص منه. الهرمونات مجرد إنها ترتبط بالريسبتورز تبعتها بيحدث عملية تغيير لبروتينات داخلية داخل الخلية، وبيبدأ عملية اللي هو الاستجابة لهذا التغيرات البروتينية عن طريق إنتاج إنزيمات بيحدث الأكشن داخل الخلية. هناك نوعين من الريسبتور بنسميه ميمبرين ريسبتور وآخر نيوكليو ريسبتور. الميمبرين ريسبتور هو عبارة عن ريسبتورز يحتوي على ثلاثة دومين، ثلاث أجزاء، جزء موجود خارج الخلية بنسميه إكسترا سيلولر دومين، وجزء موجود إمبيدد مغموس في الميمبرين الخلية، وجزء موجود داخل الخلية. فبالتالي هاي البروتينات بنسميها وهي الريسبتورز بنسميها اللي هو جلايكوبروتين ريسبتورز، لأنها بتكون مغموسة في بروتينات موجودة في اللي هو الفوسفو بايلاير. تمام؟ اللي بيرتبط بهذه الريسبتورز هو البروتين هرمون اللي هو البيبتايد والنيورو ترانسميتر. أما النيوكليو ريسبتورز هي عبارة عن مستقبلات وبروتينات موجودة داخل اللي هو النواة. داخل النواة هناك سبيسيفيك هرمون ريجولاتوري إليمنت موجود مرتبط بالدي ان اي سيكونس، هو عبارة عن سيكونس من الدي ان اي، ومجرد ما يحدث ارتباط الهرمون فيه بيحدث تغير في الجينات المستهدفة لهذه الخلية، اما زيادة الاكسبريشن لها او منع الاكسبريشن، زيادة الاكسبريشن بانتاج بروتينات او تثبيت هذا الاكسبريشن بمنع انتاج بروتين. والذي يحدث الارتباط الهرمون اللي بيرتبط بالنيوكليو ريسبتورز هما سمول هيدروفوبيك مولكيولز زي الستيرويدز والثايرويد هرمون. ما هو الترانسديوسر؟ الترانسديوسر هو عبارة عن بروتين اللي بيعمل عملية تحويل للمعلومات المنقولة عبر الإشارة الهرمونية، وبيحولها إلى إشارة كيميائية تستطيع الخلية فهمها. إذن الآن بمجرد ارتباط الهرمون بالريسبتورز الخلية ما بتفهم ها إنه صار في ارتباط ولا لا، لكن التغير اللي حدث اللي هو البروتين اللي تنشط وعمل تحويل للإشارة الهرمونية إلى إشارة كيميائية فهمتها الخلية وبدت تستجيب. تمام؟ هذه الاستجابات قد تحدث بتغيير شكل أو تغيير نشاط، تغيير شكل هذا الريسبتور، تنشيط تنشيط الجزء البروتيني الموجود داخل الخلية، وبالتالي يحدث بروتين هرمون كومبلكس، وبالتالي تبدأ اللي هو إنه يحدث الإنتاج للإشارة الثانية، وهذه الإشارة تبدأ عملية الاستجابة لها. قد تحدث هذه الإشارة بإنتاج بروتين أو إنتاج إنزيم آخر، وبالتالي هذه الإشارة بتعمل تقوية للإشارة الأصلية اللي هي الإشارة الهرمونية. من ضمن هذه الإشارة بيحدث اللي هو عملية إزالة لمجموعة فوسفيت أو ريموفينج لليبيد جروب أو أسيتات جروب أو ميثايل إي جروب، وبالتالي بيحدث تغيرات فسيولوجية داخل هذه الخلية. هذه التغيرات زودت من اللي هو الإشارة الأصلية اللي هي الإشارة الهرمونية، فسمينها amplification لهذا الإشارة الأصلية. أما الإفكتور، الإفكتور هو عبارة عن إنزيم أو إنزيم ومجموعة من البروتينات اللي حولت الإشارة لترانسديوسر هرمون سيجنال اللي هي الإشارة الكيميائية اللي نتجت بفعل الترانسديوسر
إلى تغيرات كيميائية داخل الخلية. تغيرات كيميائية داخل الخلية، وهي اللي خلت الخلية تستجيب لارتباط الهرمون بالريسبتور الخاص فيه. وقد تكون هذه الاستجابة الخلية أنها بتقوم بنشاط فسيولوجي زي زيادة حركة، زيادة نمو، انقسام، تغيرات في الميتابوليزم، إفراز وأنشطة أخرى. الميكانيزم للهرمون يحدث بمجرد أنه يرتبط الهرمون بريسبتورز الموجودة على سطح الخلية المستهدفة. إذن يعتمد نشاط الهرمون والاستجابة الهرمونية على الهرمون نفسه والخلية المستهدفة. بالنسبة للليبيد سوليبل هرمون ترتبط بمستقبلات زي ما حكينا موجودة داخل التارجت سيل، بينما الووتر سوليبل هرمون ترتبط بمستقبلات موجودة على الميمبرين. تمام؟ فمجرد ما ترتبط هذه الهرمون البروتيني مع أو الووتر سوليبل هرمون مع الريسبتورز الخاص فيه بيحدث تنشيط لسكند ماسنجر سيستم، في إشارة بتتنشط، وبالتالي هاي الإشارة زودت من معدل الإشارة الأصلية اللي هي الإشارة الهرمونية. في عنا كمان اللي هو عملية الاستجابة للتارجت سيل تعتمد على ثلاث شغلات أساسية: تركيز الهرمون الذي أفرز، كل ما كان تركيز الهرمون الذي أفرز عالي كل ما كان الاستجابة أعلى، قديش في عندي ريسبتورز على سطح الخلايا لهذا الهرمون، كل ما كان عدد الريسبتورز أعلى كل ما كان الاستجابة أكبر. أيضا لتأثير الهرمونات الأخرى، ممكن يكون تأثير الهرمونات الأخرى سينرجيستيك، إنه بيزود من الاستجابة الهرمونية الأولى، أو هرمون آخر بيعمل معاكس للهرمون الأول، فممكن نسميه إما يكون سينرجيستيك أو أنتاغونست. يعني في عندي هرمون A أفرز وفي المقابل أفرز هرمون B، هذا هرمون B بيساعد A في عمله، فبالتالي الاستجابة لهذا الهرمون حيكون أقوى. بينما لو أفرز هرمون C، هرمون C معاكس لهرمون A في فعله، حتعمل عملية معاكسة ولن تستجيب الخلية التارجت سيل إن، إذن حيعاكس فعله. الميكانيزم للهرمون أكشن بتشتغل بثلاث طرق أساسية. الطريقة الأولى إنها بعد ما عملت اللي هو الارتباط، الاستجابة الخلوية حتكون بزيادة أو تغيرات البرمابيليتي نفاذية الخلية، حدوث نشاط intracellular enzyme يعني تنشيط إنزيمات موجودة داخل الخلية، أو تنشيط جينات. تنشيط جينات معناها إنتاج بروتين جديد، وقد يكون البروتين الجديد هذا عبارة عن إنزيم. تمام؟ الآن بالنسبة للليبيد سوليبل والووتر سوليبل هرمون، عملية إفرازها والإنتاج وإفرازها والاستجابة ونقلها مختلفة. فنبدأ الآن باللي هو سيليبول ليبيد سيليبول هرمون. الهرمون الذائب في الدهون اللي هو ذو طبيعة دهنية بيخرج من مكان إفرازه إلى مجرى الدم ولا يستطيع النقل إلا عبر بروتين ناقل. ليش؟ لأنه الدم له طبيعة مائية، فلا يستطيع الهرمون الدهني إنه يتجانس مع هذه البيئة، فيجب أن يكون ناقل يستطيع نقله ويحركه بالدم بحرية. هذا الناقل هو عبارة عن سبيسيفيك بروتين متخصص لهذا الهرمون، بيساعده على الحركة وبيساعده على أنه يخرج من مجرى الدم إلى الخلية المستهدفة. يخرج مجرى الدم على هيئة بروتين، على هيئة هرمون غير مرتبط بالبروتين الناقل. بروتين الناقل يبقى في الدم ليرتبط مع مولوكيول آخر من هذا الهرمون. الهرمون الذائب في الدهون يستطيع مباشرة اختراق ممبرين الخلية، لأنه جدار أو غشاء الخلية يحمل اللي هو طبقة ثنائية من الدهون الفوسفور اللي بيستطيع اختراقه والتجانس معها، يدخل إلى النواة ويستطيع أن يرتبط مع الهرمون ريجولاتوري إليمنت اللي هو عبارة عن دي إن إيه سيكونس، يرتبط مع الهرمون، وبالتالي هذا السيكونس يرتبط مع سبيسيفيك جين. هذا الجين هيحدث له عملية اللي هو تحويله من DNA إلى messenger RNA، ويغادر messenger RNA إلى من النواة إلى الريبوزوم، بيستطيع إنه يترجم ويتحول إلى specific protein. فإذا السيجنال تترجمت من ارتباط الهرمون بالريسبتورز الخاصة فيه هي كانت عن طريق جين expression activation لجين، وهذا الجين زود من معدل إنتاج بروتين جديد، وبالتالي هذا البروتين غير من نشاط الخلية. تمام؟ نيجي للنوع الآخر من البروتينات، هو
هو الووتر سيليبل هرمون، هرمونات في الماء، فبالتالي تستطيع أنها تتحرك بحرية مطلقة في مجرى الدم، وتستطيع أنها تغادر مجرى الدم إلى الخلية المستهدفة. ولكن عملية الارتباط لابد من وجود ريسبتورز متخصص له على سطح هذه الخلية. الووتر سيليبل هرمون بيرتبط مع ريسبتورز الخاصة، وزي ما حكينا سابقا هذا الريسبتور من له 3 دومين. دومين خارجي هو الجزء الموجود خارج الخلية يستطيع الهرمون يرتبط معه، والدومين الثاني الموجود هو هذا الموجود في المنتصف مخترق للميمبرين بنسميه ترانس ميمبرين، والدومين الموجود داخلي بنسميه انتراسيلولار دومين، الجزء الموجود داخل الخلية اللي عندما يحدث ارتباط الهرمون بالدومين الخارجي يحدث تغيرات بروتينية في هذا الدومين الداخلي وبتبدأ الاستجابة الخلية. الآن مجرد ارتباط الهرمون الووتر سيليبل هرمون مع السبيسيفيك ريسبتور يحدث تنشيط للجي بروتين. الجي بروتين بيتنشط بيعمل عملية تنشيط لإنزيم آخر هو أدينايليت سايكليز. تمام؟ الأدينايليت سايكليز هي تنشط إنزيم. إذا عندي أنا إنزيم إفكتور حدث تنشيط إله، هذا الإنزيم عمل على تحويل مركب الـ ATP إلى سايكليك AMP. طيب السايكليك AMP إيش عمل؟ عمل تنشيط لبروتين كاينيزز. إذا هو عمل عملية السايكليك AMP تصرف كأنه سكند ماسنجر، إشارة أخرى أو رسالة أخرى، نشط إنزيمات أخرى، نشط بروتين كاينيزز. تمام؟ حولها من صورة إنأكتيف إلى صورة نشطة. طيب إيش استفدت أنا بروتين كاينيزز؟ البروتين كاينيزز هي عبارة عن بروتينات تستطيع تنشيط بروتينات أخرى في وجود الـ ATP. تمام؟ إذا البروتين كاينيز نشط بروتين آخر في وجود الـ ATP وأعطاني بروتين أكتيف. عملية الكاينيز، البروتين كاينيز أو الإنزيم كاينيز هذا عبارة عن إنزيم بيعمل إضافة مجموعة فوسفات لبروتين ويحوله من صورة إنأكتيف إلى صورة أكتيف أو العكس تماما حسب نوع هذا البروتين. ممكن عملية ارتباط مجموعة الفوسفات هي عبارة عن عملية إنأكتيفيشن لهذا البروتين. تمام؟ إذا تنشيط للبروتين كاينيز بفعل السايكليك ام بي اعتبرت هي السكند ماسنجر. تمام؟ اعتبرت هي السكند ماسنجر. الآن بمجرد ما يحدث عملية تنشيط لهذا البروتين أو تثبيط له حسب نوع هذا البروتين بتحدث استجابة فسيولوجية له داخل الخلية، ولعندما تصل هذه الاستجابة إلى المطلوب منها يحدث عملية inactivation للسايكليك ام بي عن طريق اللي هو إنزيم الفوسفو دايستيريز. فوسفو دايستيريز بيعمل على تثبيت السايكليك ام بي وتتوقف هذه العملية، إذن بيتوقف هذا البروتين عن نشاطه. عملية التحكم في إفراز الهرمون قد تتم عن طريق سنتر نيرفس سيستم أو عن طريق إشارة كيميائية تصلها من بلد أو عن طريق هرمون آخر. هرمون آخر. طبعا الإشارة الكيمياء المقصودة فيها إنه معدل البروتين الذي أفرز بيكون عالي، فبالتالي هاي علو هذا البروتين اللي استهدفه إنتاج الهرمون تركيزه بحد ذاته يعتبر عامل مثبط وعامل منظم لإنتاج هذا الهرمون، أو ممكن يفرز هرمون آخر يوقف الإشارة الهرمونية الأصلية. غالبية الهرمونات بيحدث لها عملية ريجوليشن بفعل اللي هو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ايش هي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ البروتين المعني انه ينتج صار فيه انتاج عالي، هاي انتاج هذا البروتين تركيزه صار يعتبر اللي هو نيجاتيف فيدباك، اشارة سلبية لوقف انتاج هذا الهرمون. ويوجد في جسمنا ايضا اللي هو عملية البوزيتيف فيدباك، ولكن بتتم بي اللي هو أمثلة بسيطة جدا زي اللي هو البرست فيدينج، اللي هو كل ما كان عملية الساكينج إنتاج الحليب، كل ما عملية الساكينج اللي هو عملية المص من قبل الطفل بثدي الأم بيزود من معدل هرمون الأوكسيتوسين اللي بيزود من معدل إنتاج الحليب، فصار كل ما زاد الحليب زاد معدل إنتاج اللي هو هرمون الأوكسيتوسين عشان يزود من معدل إنتاجه. بهيك بنكون توقفنا عن الجزء الأول من هذه المحاضرة.